عايز اعرف رؤيتك للاختيارات الحاليه لحراس المرمى في منتخب مصر اللي هم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، والمادو سليمان. هل الاربعه دول هم الافضل بالفعل في مصر في الوقت الحالي؟ بص، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على المقاولين، انا بس قلت في وسط كلامي كده وانا بتكلم بقول لك لازم انت تعمل متوسط اعمار. لما تيجي النهارده محمد الشناوي 34 35 سنه، محمد عواد بتتكلم في حوالي 31 32 سنه. طب اجيب المهدي سليمان 37؟ مش منطقيه خالص، مش منطقيه بالمره يعني. على فكره مهدي سليمان جول كويس جدا جدا وعامل اداء محترم جدا مع الاتحاد. انا بتكلم على النهارده عندك ثلاث اجوان مع، انا بتكلم على ثلاث حراس مرمى معديين ال 30 سنه، ال 30 سنه 32 سنه الشناوي والمهدي 37 سنه. طيب انا بجيب الطبيعي في اي مكان في الدنيا كان كيروش عامل كده. كان كيروش عامل ايه؟ كان واخد اتنين كبار، بياخد الشناوي وكان باحمد الشناوي، او لو مش احمد الشناوي كان بياخد احمد الشناوي في فتره احمد في فتره كان موجود معاهم بسام، كان متاخد في فتره كان موجود محمد الشناوي ومحمد عوضي. يعني في النهايه انا ما اخدش اربعه ثلاثه كبار، كنت واخد محمود جاد وكنت واخد محمد صبحي وكان معايا اتنين كبار، كان معايا ابو جبل وكان معايا مين؟ محمد الشناوي. فكده يبقى انا شايف كده الدنيا ماشيه، المتوسط الاعمار ماشي كويس، في اتنين ولاد كويسين بيلعبوا في انديه وصغيرين في السن، محمد صبحي مواليد 99 وجاد مواليد 98، فدول مستقبل الحراسه فين؟ في مصر ايام كيروش. وعندك اتنين كبار، واحد بيلعب واللي بعديه برضو ايه؟ خبره برضو اللي هو ابو جبل. طب تعالى انت النهارده الشناوي دلوقتي موجود وعندك محمد عواد موجود، المهدي 37 سنه، يبقى عندك جوله بس ايه اللي صغير في السن وجول واعد وجول له مستقبل. كان لازم انا رايي بس يعني ما يزعلش مني المهدي، انا بكلمش على المهدي، انا بكلم على السن مهدي شخصيا انا كفكره عامه. يبقى مصطفى شوبير معاه حد تاني صغير ويبقى موجود اتنين كبار، محمد عواد ومحمد الشناوي.